أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذا الجزء الثاني من هذه التغطية في هذه الليلة والتي نخصصها للحديث عن هيئة الأوقاف الليبية. هل هي غياب أم تغيب؟ حيث أصدرت الهيئة العامة للأوقاف قرارا يقضي بتنظيم عمل المساجد والخطب على المنابر، ولكن تغلغل الطائفة المعروفة باسم المداخلة واعتلائهم العديد من المنابر والسيطرة على المساجد أنتج خطابا أدى إلى فوضى كبيرة. اغتيل بعدها الشيخ نادر العمراني وفق ما جاء في التحقيقات. الهيئة العامة للأوقاف دعت لمناظرة أصحاب الفكر المدخلي والاحتكام للكتاب والسنة، ولكن الأخير اعتذر متحججا بعدة أسباب. لمزيد من التفاصيل نشاهد هذا التقرير التالي. يرجع كثير من المراقبين أن فكر من أقدم على مقتل الشيخ نادر العمراني لم يكن وليد اللحظة، فتمدد أتباع هذا الفكر لا يخفى للعيان. وطالما أبدى البعض قلقهم وانزعاجهم من فتاوى تصدر من دار الإفتاء ثم تأتي دعاوى وأقوال تخالفها وغير ذلك كثير، مع انتشار الكتب والمطويات التي تنتشر انتشارا واسعا في المساجد، ناهيك عن الخطب والدروس التي تدعو لهذا الفكر وتؤصل لأقواله. كل هذه الأمور تجعل المتابع في حيرة من أمره حول تبعية هذه المساجد. لكن قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 12 لسنة 2012 والذي نظم عمل المساجد، هل يخلي مسؤولية الهيئة؟ جاء مقتل الشيخ نادر العمراني ليفتح الباب على مصراعيه ويثير من جديد تساؤلا عن دور الأوقاف بعد إصدار هذه اللائحة إزاء هذا الفكر، وهل كانت ثمة جهود من قبل للحد من انتشاره؟ وهل ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الهيئة كمنع مجموعة ممن ينتمي لهذا الفكر من الخطابة وبإصدار أمر بمتابعة الكتب داخل المساجد ثم دعوة لمناظرة هذا الفكر؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستلقى المساعي الأخيرة من قبل الهيئة طريقها للتنفيذ فتخرج البلاد كما يتطلع الكثير من نفق مظلم؟ إذا لم تتضافر الجهود لدفعه قد تقاد البلاد إلى مهاو وأمور لا تحمد عقباها كما يرى مراقبون. وهل سيدرك الجميع أن المسؤولية تضامنية والركوب في قارب النجاة يستلزم الأخذ على من أراد ثقبه؟ وإلا ستكون العاقبة وخيمة والثمن باهظا. إلا ولا ذمة يجب عليهم قتلهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لأجدنهم لأقتلنهم قتل عاد. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الساعة الثانية من تغطية هذه الليلة والتي نتحدث فيها عن هيئة الأوقاف غياب أم تغيب. ويسرنا في هذه الحلقة أن نستضيف معي ضيوفي الكرام عبر الهاتف السيد والشيخ علي عبد الرحمن مازن، مدير إدارة المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. أيضا سوف يكون معي على الهاتف الشيخ محمود بن موسى، وهو عضو بالهيئة العليا أو هيئة علماء ليبيا. بداية نرحب بالشيخ علي عبد الرحمن، ونود أن نستفسر في البداية عن قرار وزير الأوقاف رقم 12 لسنة 2012 الذي نص على تنظيم العمل بالمساجد وتنظيم بعض الأشياء التي تخص بيوت الله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا القرار هو قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الصادر في سنة 2012 بشأن لائحة تنظيم العمل بالمساجد. يعني هذا المقصود به هذه قواعد ونظم وتنظيمات ولوائح ومواد تنظم العاملين في المساجد اللي هم الأئمة والخطباء والقيمين والمتابعين، وهناك لائحة أيضا مستدركة عليها لحفظ
القرآن الكريم والمشرفين. نعم نعم. كيف كان التجاوب مع هذه اللائحة سيد الشيخ؟ نعم، كيف كان التجاوب مع تطبيق هذا القرار من الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الأوقاف الليبية؟ طبعا أنتم تعلموا أن هذه اللائحة في أول 2012 كانت هناك بالفعل يعني وجود قوي للدولة. هذه المواد كان فيها يعني تقديم رسالة المسجد العلمية والثقافية والاجتماعية، وفيها الواجبات التفصيلية للأئمة والخطباء والقيمين. كانت في مجملها أغلب المكاتب كانت مستجيبة ومتفائلة مع اللائحة وتحت طائلة الدولة، لكن مع الوقت أيضا حصل قصور في المتابعة وفي التنفيذ، ودخل كثير من الأئمة والخطباء والقيمين الذين لم يلتزموا بهذه اللائحة ولم يتقيدوا بها. نعم، كيف كان فيما تمثل عدم التزامهم بهذه اللائحة؟ عدم اللائحة تمثل في كثير من الأخطاء والمشاكل اللي كانت تواجهها، اللي هي كان في مجملها عدم التقيد ب خصائص وواجبات الأئمة والخطباء تحديدا. هناك أيضا عدم حضور الاجتماعات واللقاءات اللي تديرها الأوقاف، وكانوا يتغيبوا عنها كثير من المعنيين بهذا الأمر. لماذا؟ أيضا لماذا سيد الشيخ؟ طبعا هم في كثير من آرائهم أنهم لا يعترفون بالأوقاف، لا يروها أنها هي الجهة المسؤولة والمناط بها هذا الشأن. كانوا يرون أنها ليست هي ولاية الأمر. في كثير منهم يرى أن الأوقاف هذه كغيرها من مؤسسات الدولة لا يعترفون بها، فيضطروا إلى تكليف أشخاص مكان نعم. الأوقاف يعني يثيروا كثير من الشقاق، الجدل، الخلاف، يسمحوا بإلقاء دروس، نشر مكتوب بدون إذن الأوقاف، لا يعني يثيروا بعض المسائل، يتسرعوا في إصدار الفتوى ويشددوا على الناس في مسائل الاجتهاد، يغالوا في تسجيل بعض الأفراد، بعض الأشخاص، ويفزعوهم ويتعصبون لهم. أحيانا يصل الأمر إلى عدم حتى احترام العلماء والمصلحين وتوقيرهم، بل وصل الأمر إلى سبهم وتجريحهم على المنابر. نعم نعم، يعني هناك يعني كثير من المخالفات لهذه اللائحة اللي موجودة على من الأئمة والخطباء. نعم. طيب هؤلاء الأشخاص الذين تتحدث عليهم فضيلة الشيخ، يعني أليسوا إداريا وماليا يتبعون وزارة الأوقاف الليبية بطبيعة الحال؟ نعم. نعم هذا صحيح، لكن من هو الذي يشرف عليهم؟ هم مدراء مكاتب أولا في مناطقهم، ثم متابعين تابعون. عندما تكون المنظومة أصلا يعني مختلة، نجد أن كثير من المتابعين وكثير من مدراء المكاتب يقعون تحت طائلتهم، بل هم من نفس التفكير ونفس التوجه، فلا يقدمون تقارير وشكاوى وينصحوا للهيئة حتى توقفهم والله، حتى تتحاور معهم وتصحح منهم، فيقع هنا تقع هذه الفجوة الآن القائمة بين كثير من المكاتب والمتابعين للأئمة والخطباء، لأنهم كلهم على وتيرة واحدة. نعم. طيب ابقوا معي الشيخ علي، ننتقل للشيخ محمود بن موسى وهو عضو هيئة علماء ليبيا. بداية الشيخ محمود، نرحب بك من جديد في هذه التغطية. لماذا لم يتم الاعتراف بهذه المكاتب أو اعتراف هذه المكاتب بالهيئة العامة للأوقاف في ليبيا أو وزارة الأوقاف الليبية؟ شيخ محمود. نعم هل استمعت للسؤال جيدا شيخ محمود؟ أعيد والله يحفظك. نعم. طيب تحدث الشيخ علي عبد الرحمن مازن بأن بعض المكاتب التي تنظم شؤون المساجد في البلديات كانت حقيقة إداريا لا تتبع للهيئة العامة للأوقاف أو وزارة الأوقاف الليبية، برأيك لماذا لم تكن هذه التبعية متوفرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فضلني وأولاد الأنبياء والمسلمين محمد على هذه وأصحابه أجمعين.
شيخ محمود لو سمحت. نعم. شيخ محمود لو سمحت، الصوت غير واضح بالنسبة للمشاهد الكريم. يعني نعم نعم، إلى أن يتم تعديل الصوت أو عمل إجراء مناسب في هذا الصوت. نعود إلى الشيخ علي مازن من جديد. شيخ علي، لماذا هذه المكاتب؟ يعني أنت كنت تتحدث منذ قليل عن مكاتب الأوقاف في البلديات، أنها لا تتبعكم وأنها يعني وكأنها نأت بنفسها عن الهيئة العامة للأوقاف. أعود لطرح السؤال من جديد، ما دور الفكر في فصل المكاتب عن الإدارة الرئيسية للأوقاف؟ نعم، هذا أمر مدروس الآن، ولكن احنا قبل هذا هناك خطوات بودنا أن نقوم بها قبل اتخاذ أي إجراء. يعني الأمل أن نفتح حوارات مع هؤلاء المخالفين، ولو كان من خلال المناظرات العلنية اللي تم الإعلان عنها في هذه الأيام بعد وفاة واستشهاد الشيخ نادر الأمراضي تقبله الله بواسع رحمته. يعني فتح مسارات حوارية تقابلية، يعني دعونا إلى مقابلات شخصية مع كل الذين لهم آراء مخالفة للهيئة أو إدارة الهيئة، نلتقي بهم، نحاورهم، نجلس معهم، نفتح أبوابنا للجميع، هذا أولا. وهناك أيضا مقرر إلى عقد ملتقى للخطباء، بعد ذلك بإذن الله تعالى سنعيد ضبط معايير قبول الأئمة والخطباء وفق مناهج وامتحانات ومقابلات شخصية، وسنفرز بإذن الله تعالى المتابعين ونعيد تكليفهم من جديد، وسنصدر لائحة جزاءات. هذا الكلام كله إن شاء الله بإذن الله حتى يتم تفعيل مؤسسات دولة القانون وترفع قضايا أمام الذين يعني يتصدرون هذه الدعوة. لكن في الأول احنا لا شك أننا نبدأ بكما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا. نعم. كل المخالفين نسمعهم وحاورهم وناقشهم في 13 سنة، وبعد ذلك أيضا في دولة المدينة المنورة، لعل هذه الأبواب يعني تعيد كل الذين غردوا خارج السرب وخارج نطاق الهيئة وتوجهاتها ولائحتها وتعليماتها، فإذا كانوا ونحن وإياهم على كلمة سواء كان بها، وإلا لا شك أن هيئة الأوقاف لم تقف مكتوفة الأيدي أمام كل هذه المخالفات، تتخذ طيب. الإجراءات السلمية من خلال القانون ومن خلال اللوائح ولو اضطر الأمر إلى الفصل. نعم، طيب ابقى معي الشيخ علي عبد الرحمن مازن، ونعود من جديد للشيخ محمود بن موسى ونتحدث في المناظرة التي افتتحها الشيخ علي عبد الرحمن. يعني نود أن نسألك في جانب المناظرات، يعني ماذا تعني المناظرة علميا في هذه الآونة؟ يعني أعتقد أن كل هؤلاء الشيوخ في الطرفين يدرسون علوما شرعية، يعني ما فحوى المناظرة في هذه الحالة، وماذا تريدون أن تصلوا، أو ما هي الرسالة الموجهة للمواطن أو للشيوخ من هذه المناظرة؟ شيخ محمود، إذن الشيخ محمود لا يستمع لي. نعم نعم، إذن يلتحق بنا الشيخ رياض صاكي وهو مدير إدارة الثقافة والتوعية لوزارة الأوقاف، نتحدث عن المناظرة. فائدة المناظرة الشيخ رياض، عيوبها، ما هو الشيء الذي يتم التناظر فيه إذا كان كلا الفريقين ينبعون من منبع واحد وهو الشريعة الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في البداية السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك وللإخوة المشاهدين والمستمعين في كل مكان. في البداية قد ما نبدأ في قضية فحوى المناظرة وأهمية المناظرة، نتكلم ابتداء على يعني ما نجده الآن في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مسألة أن المناظرة ليست شرعية وأن أسلوب المناظرة لم يتبعه السلف وأن هذا شيء يعني يعتبر من البدع وأن هذه من الضلالات. وأنا لن أريد أن يعني لا أريد أن أطيل في القضية، لكن فقط أشير إلى مثال واحد وهو ما يتعلق بمناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، وخاصة أن الطرف الآخر يصف كل المخالفين في الحقيقة بالخارجية. يعني حتى الذين تحفظوا على مسألة المناظرة ابتداء تكلموا من جهة عدم نشر البدعة أو عدم التطبيل لها أو عدم جعل هذه المناظرات وسيلة للانتشار مثل هذه الأفكار. وللأسف يعني الطرف الآخر ابتداء يتعامل مع فكرة هو يراها أنها منتشرة في عامة الناس وليس فقط حتى في طلبة العلم والمشايخ.
واذا راينا مثلا ما حدث في بنغازي مثلا ابعاد يعني ما لا يقل عن يعني 10,000 الى 13,000 عائله بتهمه انهم من الخوارج وبتهمه انهم من التكفيريين وبتهمه انهم كذا. فهذا الوصف الحقيقه الذي في اصله شرعي وصار يستعمل بهذه الشكليه السياسيه لتخوين الطرف المقابل ولاخراجه من دوائر الدين، خاصه ان كثير ممن يتبنى مساله وصف المخالفين بالخوارج للاسف ياخذ بقول بعض اهل العلم في قضيه الحكم على الخارجي بالكفر، وهذا اللي ربما يعني يجعل الجرأة مثلا على الدماء وعلى القتل وعلى حرق البيوت وعلى استحلال الأموال، وعلى لأن هؤلاء يوصل الناس إلى قناعة أن هؤلاء الخوارج ابتداء هناك من العلماء من كفرهم. والجانب الآخر حتى الذين لم يصل إليهم هذا الفهم أو لم يصلوا بفهمهم إلى هذا السوء تعاملوا مع المخالف بنفس الطريقة وبحجة أن المبتدع الذي لا تكف بدعته إلا بالقتل يقتل. ونحن الآن نشهد عمليات التصفية حدثت قديما في بنغازي، تصفية المشايخ والخطباء بدءا من نبيل صافي إلى غيره من المشايخ، ثم الانتقال إلى تصفية محفظي القرآن يعني من أصحاب الخلوات الذين يقتلوا الآن ويرموا في المزابل. حتى الطرف السياسي الذي يصارعنا للأسف يستعمل هذه المسميات الشرعية وهذه الأحكام الشرعية ويستبيح دماءنا تحت هذا المسمى. هذا جانب. نعم. ما يتعلق بسؤالك أستاذ الفاضل سامحني للإطالة، تفضل. مسألة المناطق يعني ما حاجتنا إليها مع أن الأطراف التي ستناقش هي أطراف واحدة وتنبع من منبع واحد. نعم في الجملة نعم هم يستندون على ذات المدرسة، فالطرفين في الحقيقة يستدلون ب يعني مدرسة المدرسة القريبة مدرسة محمد بن عبد الله رحمه الله والمدرسة الأبعد قليلا مدرسة الإمام ابن تيمية، وكلهم في الجملة يعني يتكلمون على مسألة الانتماء على إلى فهم السلف وإلى منهج السلف. لكن واقع الحال أن الطرف الذي نريد مظاهراته أولا نريد أن نبين أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم طلبة علم وأنهم مشايخ وأنهم أهل علم وأنهم كذا أنهم ليسوا في الحقيقة لا علماء ولا طلبة علم ولم يشتموا رائحة العلم، وهذا بشواهد وبمعرفة من خالطهم في الطلب ومن يعرف حتى مستواهم الحقيقي في الجانب العلم. الجانب الآخر وهو الأهم أننا نريد أيضا أن نوصل رسالة للعامة أن هذا الصوت النشاز الذي تسمعونه هناك الكثير ممن يخالفه من علماء هذا البلد ومن طلبة العلم ومن المشهود لهم بالعلم، سواء أولئك الذين ارتحلوا لطلب العلم إلى بلدان أخرى أو طلبة العلم الذين تعلموا في هذا البلد وهم كثر بحمد الله، وكلهم يخالف هذه المدرسة ويعني يعرف عوارها ويعرف عيوبها بغض النظر على الدعاية التي يعني عملت لهؤلاء أو الدعم الذي قدم. يعني نحن في الحقيقة وهذه واحدة من الأسئلة التي دائما تطرح، كيف بمثل هذا التيار أن ينشئ مكتبة في كل مسجد في ليبيا، وكيف لمثل هذا التيار أن ينشئ ما يزيد عن 40 قناة أو 30 قناة مسموعة، بينما الجهات الرسمية منها الأوقاف لم تستطع إلى اليوم أن تنشئ قناة واحدة. فيعني نتساءل من أين هؤلاء كل هذا الدعم؟ إذا هناك الجهات. طيب شيخ رياض لو سمحت يعني نتحدث فكريا ولا نتحدث ماليا في هذا الأمر، ابقى معي شيخ رياض، ننتقل للشيخ محمود بن موسى. شيخ محمود يعني أنا انقطع الخط بيني وبينك في السابق مرتين، يعني أريد أن أستفسر حقيقة ما معنى المناظرة في الجانب الشرعي وماذا تعني المناظرة في الجانب الشرعي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه، أما بعد فتحية لك والإخوة المشاهدين والمستمعين. بالنسبة لهذه المناظرة هي من الحوار الذي يقوم بين طرفين ولهم المستوى في التعلم وفي عرض الأدلة. ولما وجدت هذه الفكرة وهي دعوة هؤلاء الإخوة للمناظرة، أنا عن نفسي كنت جازما ولا زلت أنهم لن يأتوا لهذه المناظرة ولن يقبلوا بها، وسوف يعني يحتجون بكلام لم يفهموه. لماذا شيخ محمود؟ لماذا؟
لماذا شيخ محمود؟ أنا في ظني نعم. أنهم يعرفون ضعف حجتهم ولا يستطيعون أن يواجهوا. هم الآن يقوم يعني منهجهم على التقليد وعلى التبعية بكل أسف. أنا أجزم حتى طلبة العلم منهم دعاة في ليبيا نعم. شيخ محمود ربيع المدخل نعم. أنا لا أستمع لك بشكل جيد، يعني ياريت تعيد الكلام الذي تفضلت به منذ قليل ولكن بعجالة. أنا أقول بالنسبة للإخوة الذين دعوناهم لهذه المناظرة، أنا أجزم أنهم لن يأتوا ولن يجلسوا ولن يناظروا. وأنا قلت لك لماذا شيخ؟ لأنهم يستيقنون أن حجتهم ضعيفة، الحجج والبراهين ما يستطيعون أن يواجهوا به كما واجه ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وناظرهم ورجع منهم 2000 تقريبا، كذلك هم يروننا خوارج ويصفون بهذا الوصف، ونحن براء من هذا ونزعم نعم. هذه البراءة بالأدلة. فليأتوا وليقتدوا بالسلف الصالح وهم ابن عباس رضي الله عنهما، فليقتدوا بالأسلاف الصالحين وليأتوا لمناظرة الخوارج، مع أننا نبرأ إلى الله من هذا الاسم ومن هذه الفرقة، لكن السبب في ظني مع علمهم بضعف حجته، السبب أنهم لا يملكون قرارا في أنفسهم، لهم تبعية مطلقة. هم يذمون مرجعية الشيعة ويتبنونها عمليا، هم يقولون إن بعض الجماعات عندهم المرشد وهم قد فاقوا هذا المرشد، هم لا يعني يسيرون ولا ينطلقون، ولا يمكن أن يجاهروا بمسألة يخالفون فيها الشيخ ربيع وفقه الله. هذا اختصار، هم يسيرون فيما. طيب شيخ محمود، شيخ محمود فهم في الحقيقة نعم. شيخ محمود طيب يعني إذا نعم. تفضلت بهذا الحديث، يعني دعنا من كلمة خوارج، يعني الآن أصبحت دار الإفتاء والهيئة العامة للأوقاف تلقى عليها ألفاظ الخوارج من أتباع ما يسمى بالكرامة ومن مجلس النواب ومن بعض الأطياف الأخرى، يعني لنضعها جانبا وهذا الأمر الشرعي، ولكن ننظر إلى أحد الردود الذي يوجد أمامي، أن الشيخ ربيع المدخلي لا ينتهج فكرا معينا ولكنه يحمل منهجا، وهذا في الحقيقة أنه شيخ موجود في المملكة العربية السعودية، يقال أنه سلفيا ومبني على الكتاب والسنة ويتبع نهج السلف الصالح. كيف تعلق على هذا الأمر؟ يبدو قريبا وحقيقيا. كلمة يحمل فكرا ويحمل منهجا نعم. وإلا الخلاف قد يكون يعني ليس له قيمة. لو قلنا أنه يحمل فكرا سلفيا ومنهجا سلفيا لكان معنى واحدة، لكنهم يتحسسون من كلمة الفكر ويرون أنه ليس لها علاقة بالمنهج والعقيدة وما عليه، فنقول يحمل منهجا ونسلم بذلك. من حيث التنظير يحمل منهج السلف الصالح وينتمي إليهم وينتسب إليهم ويشرف بهذه النسبة، لكن من حيث الفتاوى، من حيث إنزال أدلة الكتاب والسنة وآثار السلف على الواقع نعم. هذه اجتهادات للشيخ، يجتهد الشيخ في النظر لهذه الأدلة وفي إنزالها على الواقع بحسب فهمه وبحسب اجتهادي، قد يخطي وقد يصيب. نعم نعم. إذن شيخ محمود وصلت الفكرة، ابقى معي في الجزء الثاني من هذه الحلقة. إذن أعزائي المشاهدين نخرج إلى هذا الجزء الثاني ثم نعود، فلا تبتعدوا. يا مشعل الأضواء
أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل يوم الفراق ما زلت أذكره حزن شديد بالقلب يشتعل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل يوم حزين لكني أحسبه يوم عظيم من بعده أمل أرى الأحبة من دنياي قد رحلوا إلى الجنان في خضرائها نزلوا أرى الصحابة حولي وقد هجروا دنيا المتاعب من أكدارها رحلوا أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد نعود إلى هذه التغطية بعد هذا الفصل القصير الذي تناولناه ما زال معي ضيوفي الكرام الشيخ محمود بن موسى عضو هيئة علماء ليبيا كذلك الشيخ محمد السايح وهو واعظ وخطيب ليبي أيضا الشيخ رياض ساكي وهو مدير إدارة الثقافة والدعوة لوزارة الأوقاف أو بوزارة الأوقاف الليبية وأعود من جديد إلى الشيخ محمود بن موسى كنا نتحدث فيما يتعلق بالمناظر ولكن ننطلق إلى فصل جديد أو موضوع جديد وهو ما تنوي وزارة الأوقاف الليبية عمله في الوقت القادم الآن مع ما فهمنا من هذه الحلقة أن هناك خلافا الآن أصبح يحتدم ما بين الهيئة وبعض مكاتبها وما بين بعض الشيوخ الذين يعتلون المنابر فيها أو لا يعتلون المنابر كيف تعلق؟ بين بعض الشيوخ الذين يعتلون المنابر فيها أو لا يعتلون المنابر كيف تعلق؟ شيخ محمود هل تستمع لي؟ شيخ محمود نعم طيب نعم نعم استمعت للسؤال أسمعك نعم نعم استمعت للسؤال السابق السؤال أفضل أن تترك دعه للإخوة مدير إدارة المساجد والشؤون الثقافية والدعوية أنا أريد أن أبين يعني إشكالية عميقة جدا عند أخواننا هؤلاء نعم تفضل حقيقة لو أذنت لي إخواننا هؤلاء يعني الإشكالية في عمقها تنطلق من يعني فهم الدين فهما يعني خاطئا يعني بمعنى أول شيء هم ينطلقون في فهم الكتاب والسنة في تنظيرهم في من حيث الأصل من منهج السلف الصالح لكن في فهم الواقع وفي فهم الجماعات المعاصرة وفي فهم الإشكاليات السياسية التي وقعت في بلادهم والثورات فهم لا ينطلقون من فهم السلف الصالح وإنما ينطلقون من فهم الشيخ ربيع المدخلي أو من يعني يوافق الشيخ ربيع التأويل وفهم الأدلة على غير فهمها وإنزال الأدلة على غير واقعها هي الإشكالية الكبرى حتى قضية الخوارج هذه قضية كبرى الخوارج طائفة عقدية لها أصول معروفة ولها انحرافات في أصل الاستدلال فكيف تأتي إلى شخص ربما يخالفك في نازلة سياسية أو حتى في قتال واقع بين الناس اليوم ثم تصفه بهذا الوصف وهو بعيد كل البعد عن هذا المعتقد نعم. الآن إخواننا لو أنهم ملكوا يعني قرارهم وبعبارة أخرى لو كان عندهم استقلالية شخصية بمعنى أن كل داعية منهم أو كل شيخ يملك أن يفتي بما يعتقد دون الالتفات إلى ما سيقوله الشيخ وهل كلامي موافق لما يقوله ويقرره ما يرتضيه الجمهور من الشباب فلو كانوا يملكون هذا القرار ربما جاءوا وجلسوا وحاوروا وناظروا أما وأنهم لا يملكون هذا وليس قرارهم بأيديهم بل هم ينظرون إلى تلك الحشود والزحام وقبل ذلك وبعده ينظرون ماذا سيقول الشيخ لأن كل واحد من هؤلاء
يعلم أنه لو خالف الشيخ ربيعا في مسألة فحذر منه الشيخ بناء على المسألة لسقط وانتهى وخرج السلفية. إذن لا نلوم بعض الجماعات حين نقول عندهم حزبية وربما يخرجونك من تنظيمهم يطردونك من جماعتهم. فكذلك الآن نرى أن طالب العلم من أهل السنة ممن يدعو إلى عقيدة السلف إذا لم يرضى عنه الشيخ ربيع ومن وافقه فإنه يخرج من هذه الدعوة بكلمة من الشيخ. طيب وصلت الفكرة، وصلت الفكرة، وصلت الفكرة الشيخ محمود بن موسى عضو هيئة العلماء ليبيا. وننتقل إلى الشيخ محمد السايح وهو الخطيب والواعظ الليبي، ونود أن يعني أن نستنبط منه أو نستفيد منه ماذا تعني المناظرة في المجتمع الإسلامي، ولماذا يمتنع البعض عن المناظرة بين العلماء وهي الأمر الذي يتم فيه الاحتكام للكتاب والسنة. نعم نعم تفضل شيخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين. تحية لك ولكل المستمعين الكرام والضيوف الكرام. وبعد لم أسمع السؤال جيدا، لو تعيد السؤال. نعم، كنت سألتك فيما سبق من وقت أو فيما مضى من الوقت عن المناظرة في مجتمعنا وخاصة نحن مجتمع إسلامي إذا كانت يعني تستند إلى الكتاب والسنة. أنت ماذا تقول في المناظرة إذا كان هناك طرف لا يريد المناظرة؟ ما رأيك الذي تتفضل به والمنبطق من الدين؟ لا شك أن المناظرة ترجع إلى أصل الحوار الشرعي، والحوار المشروع الذي يقوم على شرعية الوسائل وسلامة المقاصد ويكون بحق ويكون غايته الوصول إلى الحق وبيان الحق. نعم. وردع المخالف وإقامة الحجة عليه وتحذير المجتمع المسلم من ضلالات أو انحرافات أو بدع ومخالفات شرعية مخالف الكتاب والسنة ونهج السلف الكرام، لا شك أن هذه وسيلة من وسائل التعليم، ووسيلة من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووسيلة شرعية لها أدلة صريحة الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح، وقام بها العلماء الأفذاذ بشروطها وضوابطها ومنطلقاتها. فالحوار مع المخالف سواء كان كافرا خارجا من الملة أم كان مبتدعا في دائرة الإسلام ولكنه خالف الصراط المستقيم، أو كان مخطئا من فرق ولكنه أخطأ في مسألة فرعية أو ما إلى ذلك، فكل بحسبه وبمنزلته. فهذا الحوار إذا كان طبعت فيه الأصول المرعية الشرعية الصحيحة وأخذ بالطريقة السلفية التي اتبعها السلف الصالح. نعم. فلا شك أنه له ثمار أنه يبين للناس الحق ويبين لهم أهل الحق يعرف الحق أهله كما قال أمير علي رضي الله عنه، وكذلك يتبين الناس المبطل ويحذرون من الضلالات والانحرافات ويجتنبوها، ويظهر يقول ذلك بعلم وبأدب وبحلم وبأصوله كما ذكرنا. فلا شك أن له فائدة وله ثمرة رؤيت فيه كل هذه الضوابط. نعم. طيب نعم. طيب شيخ محمد، يعني هل تعني المناظرة الحوار بشكل الدقيق في مجتمعنا نحن كطبقة عامة يعني لا تجيد المناظرة الدينية، هل يعني الحوار بما معناه المباشر ما بين طائفتين يحتكمون إلى نفس الفكر؟ طيب إذا ما استندنا على هذا الرد وأن المناظرة غير جائزة في المجتمع السني وأن السلف لم يعملوها، طيب هناك حوار قام به عدد أو ترأس فيه تيار إسلامي كبير جدا في الفترة السابقة سمي حوار الأديان، يعني حوار ما بين الدين الإسلامي وبين الدين المسيحي وبين بقية الأديان الأخرى، كيف يحدث حوار ما بين الأديان التي تختلف في العقيدة نهائيا
ويحرم حوار داخل الدين الواحد. ولا شك أنا ذكرت آنفا أن الحوار كله سواء كان مع المخالف لنا في الدين أو كان المخالف لنا في السنة والطريقة الصحيحة في فهم الإسلام، طريقة الأسلاف الصالحين والعلماء الربانيين والأئمة المهديين، أو كان حوارا مع من يخالفك حتى في مسائل فرعية فقهية أو نوازل معاصرة، كل ذلك هو في خط واحد، هو مشروع وأدلته واحدة ما دام بضوابطه ومن أهله بعلم وبضوابط يعتمد على الحجج النقلية والعقلية وعلى الأصول الثابتة وعلى رد الشبه وتفنيدها بالأدلة المقنعة وعلى البدأ بالأهم فالمهم وعلى أن يكون برفق وبشكمة وبلين وأن يكون القصد منه فيه إخلاص لله عز وجل، القصد منه بيان الحق للمخالف ورده إلى الحق وإلى الصواب، فهذا كله مشروع سواء كان مخالف مسلما أو غير مسلم. أما نتحكم بالهوى فنجيز الحوار ومن باب الدعوة والأمر بالمعروف لغير المسلمين من يهود أو نصارى أو ملاحدة أو ما إلى ذلك، وما قام به علماء المسلمين منذ السلف منذ عصر السلف إلى زماننا هذا، ونمنعه بين المسلمين أنفسهم بدعاوى واهية، فهذا لا شك تحكم بلا دليل. لا شك أن الحوار مع أهل البدع ومع المخالفين فيما نعتقد أنه من أهل البدع والمخالفين لابد أن يكون ممن قد رسخ قدمه في العلم، وأن يكون بشرط ردهم إلى الصواب، وأن يكون الفائدة منه مرجوة، يا أما أن يرجع إلى الصواب يا أما يتبين للناس باطلهم، حتى وإن عدمنا الفائدة من الرجوع إلى الصواب وغلب على ظننا عنادهم واتباعهم الهوى، فيكفينا في إقدامنا على هذا الحوار والنقاش العلمي المنضبط بالضوابط أن نبين للناس أن هؤلاء المنتسبين للعلم زورا وباطلا هم أهل ضلال وانحراف، وهم ممن يتبعون المتشابه وممن قد انحرفوا عن الجد. فينا في هذه الفائدة أن نفيد المجتمع ونفيد عوام المسلمين أن نقوم من تلبيسات أمثال هؤلاء، فلماذا نتهرب؟ السلف لما أقدموا على مناظرة أهل البدع ونراسم المناظرة الشهيرة من ابن عباس الخوارج، كانوا يعلمون سلفا جدل الخوارج وتصلبهم واتباعهم للهوى وعنادهم، ولكن طمعهم في أنه لعل عوامهم يرجعون ولعل عوامهم يتأثرون حتى وإن لم يرجع الكبار، وفعلا هذا الذي حصل، كبارهم ورؤوسهم لم يرجعوا، ولكن عوامهم وكثير منهم في بعض الروايات 2000 وفي بعضها نصف المعسكر قد رجع إلى الصواب وترك ما عليه ما كان عليه من بدع وضلال عندما تبين له الحق بالمناظرة. نعم وصلت الفكرة شيخ محمد. نعم شيخ محمد وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. أعود إلى الشيخ رياض ساكي. شيخ رياض أعود من جديد وأطرح نفس السؤال أو أتساءل نفس التساؤل، يعني حدث في الفترة الماضية حوار ما بين الأديان وأعتقد جزء كبير منه حدث في مصر، يعني كيف يكون حوار ما بين أديان تختلف كليا ولا يجري حوار داخل الدين الذي ينبع من نفس المصدر؟ شيخ رياض، شيخ رياض هل تستمع إلي؟ نعم شيخ محمود أعود إليك من جديد، يعني هناك مناظرات ما بين الأديان ولا يوجد تناظر في الإسلام، نريد أن نستفسر عن هذا الأمر، يعني هل هو قائم على أساس شرعي أو لم يقم على أساس شرعي؟ كلام حفظه وحفظ الله الإخوة المشاهدين والمستمعين، هذا كلام غير صحيح وليس عليه آثارة من علم، وإلا فمنهج أسلافنا أنهم يناظرون أهل البدع
ويجالسونهم والمحاورة والمجادلة. لكن هناك كلام لبعض أهل العلم أن المناظرة يعني ربما تكون ممنوعة في بعض الأحيان، إذا كان المناظر يعلم أنه ضعيف ولا يقوى على مجادلة من يناظره، وربما كان ألحن بالحجة وكان أقوى من الناحية العلمية حتى لو كان الأقوى يعني منحرفا أو مخالفا. هنا العلماء نصوا على أنها تترك المناظرة، إذن فليعترف هؤلاء إذا من هذا الباب ويقولون نحن لا نقوى ولا نجرؤ ولا نستطيع أن نناظر هؤلاء الإخوة، لا نستطيع. أما أن يصفوننا بالجهل ويصفوننا بالضلال وبالبدع ثم يتهربون من مناظرتنا، هذا تناقض وهذا من الجهل. وإلا كما ذكرت لك، إذا كانوا يدعون ويزعمون أنهم على طريقة السلف، فهو أحد أئمة السلف الكبار ابن عباس قد ناظر الخوارج، وهم الآن يرمون كل من يخالفهم بهذا الوصف المستبشع وبأنه من الخوارج. إذن اقتدوا بابن عباس رضي الله عنهما وتعالوا وناظروا الخوارج ودعوا الناس يستمعون. نحن المناظرة لا نريد أن نفعل شيئا، نجلس إما في جلسة مباشرة على التلفاز ثم يتكلم كل واحد منا بقدر 10 دقائق، يذكر ما عنده من أدلة على طرف الآخر والطرف يورد، وهكذا الناس يستمعون. فإما أن يتوب المخطي ويرجع، وإما أن يعلم الناس وأن يستفيدوا وأن تتضح لهم الأدلة والسنة، وأي الفريقين أحق بالسنة والسلفية إن كنتم تعلمون. طيب وصلت الفكرة شيخ محمود، وصلت الفكرة. نعود من جديد للشيخ رياض ساكي. شيخ رياض، يعني نتحدث عن موضوع مهم. أنتم دعوتم إلى مناظرة مع أتباع الشيخ ربيع المدخلي، ولكنكم أصدرتوا قرار بمنع بعض الشيوخ من اعتلاء المنابر وآخرين من الخطابة. يعني أما كان الأجدى دعوة للتناظر هو الأول، ثم في حال فشل المناظرة تلجؤون إلى إجراءات أخرى؟ الموضوع الدعوة إلى المناظرة كما ذكرنا هو لبيان المدرسة، وهي الدعوة عامة. صحيح ذكرت بعض الأسماء في الإعلان، لكننا في الحقيقة كل من ينتمي لهذه المدرسة ويرى في نفسه الأهلية لمناظرة مشايخ الإفتاء والأوقاف، نعم، فهم على استعداد. مسألة أن سبق هذه المناظرة إجراء الإيقاف، لأن الإيقاف بني على مخالفات سابقة. هؤلاء يحرضون علنا على مشايخ الإفتاء، وبل بعضهم حرض على الشيخ الشهيد سنة رحمه الله الشيخ نادر بالاسم، والتسجيلات موجودة. فرأينا الآن في هذا الحدث الجلل وفي هذه المصيبة التي حدثت بالأمة، رأينا أن هؤلاء المحرضين ينبغي أن هم يوقفوا وتوقف هذه المدرسة ويأتوا ببراهينهم. إذا وجدنا أن هذه المدرسة فعلا تدعو إلى حق، فنحن أولى بهذا الحق. طيب شيخ رياض، نعم شيخ رياض، شيخ رياض، يعني أنتم دعوتهم إلى مناظرة وهم لم يقبلوا، أنتم اتخذتم إجراء بإيقاف بعض الأئمة من الخطبة أو من تقديم الخطاب على المنبر، لا أعرف هل يقبلوا أم لا يقبلوا. يعني هل تقع هذه الخطوة من ضمن الخطوات التي كنتم سوف تتخذونها إذا فشلت المناظرة أو فشل موضوع المناظرة من الأساس؟ لا، هو ما ذكرت لك، الدعوة للمناظرة دعوة مفتوحة وليست مطلوبة حتى الحضور المباشر. الآن وسائل التقنية تسهل التواصل حتى عن بعد مثل هذه القضايا. يعني تعالوا معلنة وظاهرة شيخ رياض، شيخ رياض، نعم. يعني دعوة للشيوخ تعالوا ناظروا وإلا نوقفكم، نعم. وإلا نوقفكم من على المنبر، أليس هذا صحيح؟ الإيقاف ليس له علاقة بالمناظرة، الإيقاف يتعلق بإجراء إداري. هؤلاء خالفوا اللوائح المعمول بها في الأوقاف. طيب، وهؤلاء استعملوا هذه المنابر وهذه الدروس لأمور لوائح الأوقاف، لائحة المساجد وغيرها من اللوائح تمنع من هذا الأمر.
بل انا نزيدك زي ما نقولوا من الشعر بيت، بعضهم اصلا فيه امر بالقبض قديما، لكن لانه جاء اليوم بحمايه بعض الجهات وكذا، يعني هناك امر قبض من النائب العام في بعض الشخصيات الان يعني تصول وتزول في طرابلس دون حسيب ورقيب، لان هناك من يحميه من المجموعات المسلحه، والا كان ينبغي ان يقبض عليه مثل يقبض عليه مثل هؤلاء. نعم. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمن ليس سباب ولا لعان، كيف نعم. ترون هذا الأمر؟ والله حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح في قضية أن الإنسان لا ينبغي أنه يستعمل أساليب السب واللعن للآخرين، وأسلوب الطعن ينبغي حتى ما يتعلق بمستند الجرح والتعديل عند العلماء ومبني على أصول معينة ومبني على قواعد، وأن الإنسان لا يتكلم بالشخص إلا ببينه، ووضعوا العلماء كثير من القواعد في قضية ضوابط الجرح وما هي الأشياء التي يجرح بها الإنسان، بل وضعوا ضوابط حتى في مدارس الجرح، وذكرنا هذا ربما في لقاءات سابقة. العلماء نفسهم اختلفوا في درجات الجرح، بعضهم متشدد وبعضهم متساهل، ولا ينبغي أن يعني جرح شخص مثلا أو تجريح شخص كائنا من كان، ولو كان في مستوى الإمام يحيى بن معين، ولو كان في مستوى الإمام أحمد رحمه الله، ولو كان في مستوى هؤلاء الأئمة الكبار، يعني يقع فيه الخلاف قبيلا وردا. شكرا جزيلا شيخ رياض صاطي. شيخ رياض صاكي، شكرا جزيلا مدير إدارة الثقافة والدعوة الإسلامية والدعوة بوزارة الأوقاف الإسلامية، شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين، نلتقي في حلقة قادمة، ليلة سعيدة.